مساء الخير. كهوف فلسطين هي من أحد الكهوف الرائعة غرب مدينة القدس، تم اكتشافها عام 1968 ومساحتها 500 متر مربع، وتعتبر فريدة من نوعها لكثافة وجود الهوابط فيها وتكونها الطبيعي من قطرات الماء الغنية بالمعادن خلال آلاف السنين، ودرجة حرارتها ثابتة على مدار السنة. وبالعودة لطقسنا، طقس الخريف المتقلب مستمر معنا للأيام اللي جاية على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، على أنه يصفى ابتداء من بكرة الأحد. الهواء قوي وبتوصل لسرعته لـ 40 كيلومتر بالساعة، مترافقة بانخفاض بدرجات الحرارة، أما الرطوبة عالية والرؤية ضبابية فوق الجبال، وممكن أنه نلحظ بعض الرذاذ بساعات الصباح الأولى. البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 27 درجة، أما الليلة طقسنا بلبنان غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، وممكن نشهد بعض الأمطار المتفرقة خلال فترة المساء. الحرارة على الساحل عم بتسجل 17 درجة. أما لبكرة طقسنا غائم قليل غيوم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة يلي رح تتراوح ببيروت بين 16 وال 25 وفوق الجبال بين 14 وال 17 وبالأرز بين 2 وال 11 درجة، بالبقاع بين 12 و 19 درجة، أما بجنوب بين 12 و 18. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنبدأ بمشوارنا. إذن منبدأ من جبل محسن 22، البربارة 23 درجة، الشياح 25، السرفاند 25، معركة 23، رماش 21، ومن بعد الجهلية 22، عين سعاد 22، شطورة 20، سرعين 19، والهرمل 23 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بال 55 وال 90%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الريح بال 15 وال 40 كيلومتر بالساعة، والريح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لثلاث أيام اللي جايين بنشوفهم سوا؟ بتتراوح نهار الأحد بين 16 وال 25، ونهار الاثنين بين 17 وال 26 درجة، وبيرجع الطقس إلى مشمس، ونهار الثلاثة بين 18 وال 27 درجة. وهلأ نبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. إذن القدس 22، دمشق 25، إذن درجات الحرارة بتونس 25، طرابلس 34، والقاهرة 26 درجة، وروما 25، وأثينا 21 درجة. وهيدا كمان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبار.